في ظل الشلل اللي بيعاني منه مجلس الأمن وعدم تمرير القرار الروسي، وبعد كده برضو حتى القرار أو المشروع القرار البرازيلي برضو ما تمش تقريره، رغم أنه أصلا مشروع القرار البرازيلي ما سماش حماس كمسؤول عن، يعني ما كلمش أصلا عن حماس. إيه هو الدور الدولي اللي ممكن مجلس الأمن يقوم بيه من أجل محاولة حل المشهد الراهن؟ يعني مجلس الأمن الدولي سيظل عاجزا طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وتستخدم الفيتو ضد الحق الفلسطيني، طالما أن الولايات المتحدة لديها الحق في استخدام الفيتو في مجلس الأمن لا يمكن أن يكون هناك أي فعالية لمجلس الأمن الدولي. لكن محاولات روسيا أو محاولات الدول الأعضاء بالضغط واستصدار محاولات استصدار قرار ومشاورات، حتى لو لم يفلح مجلس الأمن مرة واثنين وثلاثة من استصدار قرار، يحال إلى الجمعية العامة ويتم اتخاذ القرار بشأن ما يسمى في الجنائية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يسمى الاتحاد من أجل السلام، وهذا يمكن أن يتم اتخاذ قرار استثنائي وخاص في الجمعية العامة لوقف الحرب وفقا ل الضرورة إذا ما تعذر على مجلس الأمن الدولي يعني استصدار قرار بهذا الشأن، وتعذرت الأمور وهناك محاولات مرة واثنين وثلاثة، يمكن الرجوع إلى الجمعية العامة لطلب جلسة استثنائية خاصة تحت بند الاتحاد من أجل السلام. النهاردة كان في اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وكان قبل كده في وزراء الخارجية العرب. إزاي يمكن للعالم العربي والإسلامي أنه يمرر صورة صحيحة لما يحدث ورؤية سياسية داعمة للقضية الفلسطينية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني؟ يعني قبل ما نبدأ نتحدث عن موضوع الدور العربي، يجب أن أقول أن هناك خطة لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخطة محاولة التهجير للشعب الفلسطيني وفقا لمجموعات المقاومة عندما دخلت إلى الأراضي المحتلة عام 48 أو الكيان ما تسمى حاليا إسرائيل، دخلوا إلى هذه المناطق واستولوا على العديد من المستوطنات وسيطروا عليها. هناك يعني في إحدى المستوطنات دخلت مجموعة من المجموعات المقاومة واستولت على كل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية والاستخباراتية. وجدوا من ضمن هذه الوثائق خريطة إسرائيل التي تخطط لإنشائها وتوسعتها خلال السنوات القادمة. ستكون سيناء بالنسبة لهذا المخطط أول هدف للاحتلال الإسرائيلي، توسعة مساحة إسرائيل باتجاه سيناء حتى قناة السويس، ثم الاتجاه نحو لبنان، نحو الأردن، سوريا، أيضا وصولا إلى العراق، وصولا إلى الكويت وأجزاء من السعودية. هذه الخطة الخريطة أنا اطلعت عليها وشفتها يعني. فبالتالي الطريقة الوحيدة للدخول إلى هذه المناطق والتوسع إلى هذه المناطق هي أولا خطوة نقل السكان الفلسطينيين، إفراغ غزة مما فيها ونقلهم إلى سيناء. وهذا ما تحدث بالمناسبة عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال بشكل صريح أنه لو تم نقل الفلسطينيين إلى سيناء الفلسطينيين مش حيسكتوا، حيستمروا في المقاومة وحيبدأوا يطلقوا من سيناء أرضهم، بدهم يرجعوا لأرضهم. أنت صحيح. عملت فينا كل العنف هذا، حيجي جيل لاحقا بعد سنة سنتين ثلاثة خمسة حيجي الجيل الثاني. يعني هي أجيال تتوارث النضال من أجل التحرير. فبالتالي أنا وفقا لحق الطبيعي أن أنا بدي أرجع على بلدي، أنت طردت أبويا بس أنا حكمل لأن أرجع. هلأ حتصير معارك، حيصير يبدأ إطلاق النار من هناك، تطلع مجموعات، حتصير حجة للاحتلال الإسرائيلي أو لهذا الكيان لدخول سيناء للقضاء على هؤلاء، وبالتالي احتلال سيناء. هذا المخطط الأول. نفس الأمر تهجير الفلسطينيين في الأردن، وبالتالي تحدث إشكاليات معهم، وبالتالي تسمح لنفسها حكومة الاحتلال لاجتياح الأردن واحتلال أجزاء من الأردن، ومن ثم يصبح أمر واقع نفس ما جرى مع الفلسطينيين وتهجيرهم. الأمر الآخر، هناك يعني حادثة جرت في عام 99